أهلا وسهلا ومرحبا بحفيد رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل رأيت؟ بلى. لا تعرض نفسك لغضبه. ومن قال بأن ذلك يغضبه؟ قد دنت فضيحته أمام أمير المؤمنين. إن أمير المؤمنين قال لي: ما أظنكم تفلحون مع ابن الرضا، وقد نزلت على مشيئتكم فيما طلبتم احتراما لمقامكم مني، فعسى ألا نفتضح. أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر بمسألة؟ بل استأذنه. أتأذن لي جعلت فداك أن أسألك سؤالا؟ سل إن شئت. ما قولك جعلت فداك بمحرم قتل صيدا؟ قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله أو في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. أقلني يا سيدي، لا أبلغ من ذلك. لك ذلك. الحمد لله على هذه النعمة. عرفتم الآن ما كنتم تنكرون. ما أظن والله فقيها في عصرنا يجيب كما أجبت يا أبا جعفر، أو يعرف جواباً لما سئلت عنه في هذا الوجه. حماك الله. أتخطب يا محمد؟ نعم يا ابن الرشيد، أخطب، فأني رضيتك لنفسي وسأزوجك ابنتي أم الفضل إن شاء الله. الحمد لله إقراراً بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عدرا. فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. ثم إن محمدا ابن علي ابن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. فهل زوجته بها يا ابن الرشيد على الصداق المذكور؟ نعم، زوجتك يا أبا جعفر ابنتي أم الفضل على الصداق المذكور. فهل قبلت؟ قد قبلت ذلك ورضيت به. مبارك لنا بك، وزواج ميمون إن شاء الله. هو والله مبارك إن شاء الله. حفيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والعباس عمه رضي الله عنه. ولسوف تعم بركة هذا الزفاف على كل من حضره، وعلى بغداد كلها، وعلى كافة المسلمين إن شاء الله. يعجز لساني عن القول، حلت البركة دائما في دارك يا مولاي. مبارك لكم ولصهركم الفذ، ولنا وللأمة كلها بكم. أحمد الله والحمد لله
وبارك الله بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم أنا سعيد بك يا محمد، متعني الله بك وأطل الله بعمري لكي أضم أحفادي منك ومن ابنتي أم الفضل. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا ما أردت يا عيسى؟ أما كفاك بغضك لأبيه وجده؟ ويحك، هؤلاء علمهم من علم جدهم رسول الله الذي علمه من علم الله. إن رأيت يا محمد أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد لنعلمه ونستفيد. نعم، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة، فإن كان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمارا وحشيا فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة. فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغا الكعبة. وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة. أنت هو والله. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندمه عنه عذاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة. عصمكم الله من ارتكاب ما حرم الله. أحسنت يا محمد، أحسنت وأحسن الله إليك. مبارك زواجك يا أم الفضل. لقد بهر الناس بمجلس أمير المؤمنين بعلمه وهيبته وفقهه. قد أحسن والدك الاختيار. وسمعتهم يقولون إن هالة من نور تحيط به، فلا يقدر واحد أن يعامله إلا باحترام وهيبة. لترزقا بذرية صالحة. هل وزعتن هدايا أمير المؤمنين؟ نعم يا مولاتي. يا محمد، أتحب أن تسأل يحيى قاضي القضاة عن مسألة كما سألك؟ أسألك؟ ذلك إليك، جعلت فداك يا سيدي. خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل عليها وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وبما حلت له وحرمت عليه؟ لا والله يا سيدي، لا أعرف جواب هذا السؤال ولا الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدنا. نريد أمرا والله يريد أمرا والله بالغ أمره. هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار
فكان نظره إليها حراما. فلما كان الظهر ابتاعها من مولاها فحلت له. فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه. فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له. فلما كان وقت المغرب ظاهر عنها فحرمت عليه. فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له. فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه. فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.